مرحبا بكم في الفيديو رقم 64 من دروس شيم اورغانيك على قناه دروس. في الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا ديتيرميناسيون دو لا كونفيغاسيون ابسولو ونعطيو اكزومبل دو المثال التالي. اذا هذا المثال التالي هو المثال الثاني هو هذه الجزيئه سي سي ال اش سي اش 3 سي اش 2 سي اش 3. اذا المطلوب منا هو انني نحدد الكونفيغاسيون ابسولو ديال هذه الجزيئه. اذا ملي كيتطلب منك ديتيرميناسيون دو لا كونفيغاسيون ابسولو ديال هذا لا موليكول, المقصود هو انني نحدد الكونفيغاسيون ابسولو ديال الكربون اسيمتريك ديال هذه الجزيئه. اذا فين هو الكربون اسيمتريك في هذه الجزيئه؟ هي هاد السي, هذا ماشي هاد السي وماشي هاد السي وماشي هاد السي. اذا الكربون اسيمتريك هو الكربون كي بورت 4 سيبسيسيون ديفيرون وخصو يكون ايبريدي اس بي 3. اذا في البدايه خصني نكون عارف النيميرو اتوميك ديال شاك اتوم كما كتلاحظوا في البدايه. باش نعرف هاد النيميرو اتوميك ديال الذرات مختلف الذرات كنكون نحافظ هاد الجزء ديال الجمل لي بيب كنوفن نامكال سيبس كلار. كنبدا اش كنرسم اش او ال اي كما ال اي بي او بي سي ان او اف ان او ان ا تحت ام جي ا ال اس اي بي اس سي ال ار فلور كلور كندير نام بي ار هنا كندير اي وكنبدا نرتب 1 2 كنكتب النيميرو اتوميك يعني زد يعني بالتتابع يعني بالترتيب 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 بي ار عندها 35 و اي عندها كنقرب الارقام 53. اذا هذا الشيء كنديرو غير في الامتحان يعني في الاكزام. خصك تكون سريع يعني ما عندكش الوقت بانك تكون دير بهذه الطريقه يعني خصك تكون حافظ هذا النيميرو اتوميك. اذا في البدايه انا يعني ولا تقدر ديرها غير مره واحده يعني ديرها في بدايه الامتحان وديرها غادي تبقى صالحه لك الامتحان كامل يعني بلا ما كل مره في كل اكزامبل دير بحال الطريقه كديرها غير مره واحده ولا تكون حافظ هذوك نيميرو اتوميك. اذا عندي السي ال عندي السي عندي السي ال عندي اش سي اش 3 سي اش 2 هادو هما لي 4 سيبسيسيون يعني كنرتبهم كل كرتبهم سولون لي ريغل دو سي اي بي. اذا هنا عندي السي عندي السي ال عنده 17 كما قلت السي ال عنده زد 17 وعندي اش عندها الرقم 1 يعني اش 1 زد ديالها كيساوي 1 وعندي السي سي يعني كنقارن الذرات المباشره مرتبطين مع الكربون اسيمتريك. عندي السي عندها 6 وعندي السي عندها 6 اذا عندي 17 1 6. اذا اكبر رقم من هاد الربعه ديال الارقام 17 و1 و6 هو 17. اذا السائل يكون هو الرقم 1 اذا هو السيبسيسيون ليت كلاس هو الاول في هاد الموليكيول واش اصغر رقم هو 1 اذا اش كلاس هو الرابع هو هي الرابعه. اذا السائل هو الرقم 1 واش هو الرقم 4. بقى لي دابا الاشكاليه ما بين السي والسي. اذا حيت بجوجهم حيت بجوجهم عندهم 6 النيميرو اتوميك ايكال 6. اذا في هذه الحاله كنتقل للمستوى الثاني. اذا كيف ما كتلاحظوا السي مرتبطه مع السائل مرتبطه مع اش. السائل عندها 17 واش ايكال اه وعندها السي والسي. اذا السائل صافي تحسم الامر ديالو انه يكون هو السيبسيسيون رقم 1 واش تحسم الامر بانه يكون هو السيبسيسيون رقم 4. بقى لي الاشكال ما بين السي والسي حيت كيتشابهوا. في هذه الحاله كندوز ملي كيكون عندي جوج ديال الذرات متشابهين كندوز للمستوى الثاني. اذا كيف ما كنلاحظوا هذه الدائره هذه الاولى هذا هو المستوى الاول يعني الذرات اللي مباشره مرتبطين مع الكربون اسيمتريك يعني في الحاله ديال التشابه كندوز للمستوى والثاني ديال هذوك الذراتين اللي بقى اللي وقع فيهم الاشكال. اذا كندوز ديال السي وديال السي. اذا السي والسي بجوجهم عندهم 6 كندوز الذره سي اش 3 عندها مرتبطه مع اش اش اش. سي اش 2 سي اش 3 مرتبطه هاد السي مرتبط مع اش 2 يعني اش اش وهاد مرتبط مع السي. اذا السي وهاديك السي الثالث مرتبط مع 3 ديزيدروجين اش اش اش. اذا كنقارن ما بين هاد الزوج. اذا شكون اللي يكون الزوج وشكون اللي يكون ثلاثه. اذا الزوج وثلاثه كنقارن كنختزل ما بين الذرات. اذا اش كنختزلها مع اش اش كتختزل مع اش يعني كنختزل الذرات اللي متشابهين وعندي اش والسي. اذا السي كبر من اش يعني السي زد ديال السي كبر من زد ديال اش. اذا هاد السيبسيسيون هو اللي يكون رقم 2 وهذا يكون رقم 3. اذا كما كتلاحظوا عندي هذا هو اللي يكون رقم 1 هذا هو الكربون رقم 4 هذا هو اللي يكون رقم 2 وهذا رقم 3. اذا السي ال كبر من سي اش 2 سي اش 3 كبر من سي اش 3 كبر من اش. اذا هنايا كنشوف الكربون اسيمتريك بحيث السيبسيسيون اللي كلاس الرابع يعني يكون ديريجي فيغ لاغي. اذا نشوفه من هذه الطريقه. اذا كما كتلاحظوا 1 2 3 يعني كندور في نفس اتجاه عقارب الساعه. اذا الكونفيغاسيون غتكون هي ار. اذا الى هنا ينتهي الفيديو. ننتقلوا للفيديو التالي اللي غنلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو.